السوشيال ميديا زي ما ليها عيوب ليها مميزات، وزي ما بنشوف ناس بتقدم حاجات مش بتعجبنا او محتوى مش كويس، كمان في ناس بتقدم محتوى كويس قوي ومفيد لكل الناس، والناس دي بقى احنا اللي بنحاول نركز عليها في ترندز. ومهم قوي ان احنا نبين كمان الجانب الايجابي في السوشيال ميديا، عشان كده هيكون معانا النهارده صانع محتوى بيقدم محتوى مفيد جدا وبيساعد الناس انها تتعلم وتطور من لغتها الانجليزيه بطريقه سهله وبسيطه من خلال فيديوز قصيره جدا. نورنا النهارده محمود النشوي، مؤسس صفحه انجلشر. ازيك يا محمود؟ ازيك يا ريم، عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. قول لي يا محمود، ابتديت الصفحه بتاعتك ازاي الاول؟ الصفحه انا بداتها من سنه، يعني كان تقريبا شهر 11 السنه اللي فاتت. طبعا انا يعني جديد جدا في السوشيال ميديا بصراحه، والموضوع كان بالنسبه لي انا يعني ناس كثيره بتتحايل عليا من 2015 ان انا اعمل الصفحه دي، خصوصا الطلبه بتاعتي في الجامعه. انت قلت لي واحنا في الصراحه بره ان انت اساسا بتدرس. ده حقيقي. بتدرس ايه بقى؟ ماده لغه انجليزيه. اوكي. بس يعني انا لسه يعني ما خلصتش الدكتوراه، بس ربنا يكرم. ربنا معاك يا رب. ثانك يو. بس فالمهم انا اجلت الخطوه دي بصراحه كتير، لان انا ما كنتش يعني انا مش عارف، يعني انا بحب فكره التفاعل اكتر، فبحب الكلاسز تكون يعني مش انا اللي بتكلم، انت اللي بتتكلم، يكون في انشطه، يكون في تمرين، تحس ان انا فعلا قادر اخلقلك مناخ كانك سافرت امريكا. اوكي. فده انا بعرف الحمد لله، يعني انا متمكن فيه في المحاضرات بتاعتي، بعرف اعمله، بس مش عارف ازاي هعمل ده على السوشيال ميديا. عشان كده ما كنتش ازاي ابص للتليفون يعني، وفكره ان انا اصور واعمل فيديوز واكلم نفسي، انا عايز ناس حقيقيه. فعشان كده هتلاقي الغريب او المميز ما اعرفش عندي في الصفحه هو ان كل الفيديوز بتاعتي لايف، الناس بتكون شايفاني وقت وانا بتكلم، وتقدر تسال وانا بجاوب عليها. فدي كانت يعني الحاجه المختلفه عملتها، وبطلع اشرح على سبوره بيضاء عادي جدا. مدرس يعني بجد. اللي هو بس في نفس الوقت بخلي طبعا مده الفيديو قصيره، وبيكون في امثله، وبخلي الناس كمان انها تكتب في الكومنتس الجمل، مثلا انا عايز اخليهم يجربوا يعملوا سنتنس مثلا وينطقوا صوت معين. اوكي. فبقول لهم يعملوا ده، والناس بتتجاوب وبتعمل ده. فالحمد لله رب تكون الفكره ناجحه يعني الاول. طيب انت الفيديوز بتاعتك المفروض ان انت بتعلم اللغه الانجليزيه. مظبوط. في ناس بجد بتتعلم اونلاين ولا بيحتاجوا ان هم يروحوا مثلا كورس بره او حاجه؟ والله خليني اقول لك، انا من اول الناس اللي يعني امنت بموضوع التعليم عن بعد. يعني انا يعني تقريبا من 2013 وانا يعني في موضوع الديستنس ليرنينج او التعليم عن بعد ده، وشايفه فعلا مؤثر لو هيتعمل بشكل صح. لسه شويه الناس في مصر يعني برضو الناس بتحضر الكورسز الاونلاين، بتلاقيه من اي مكان، في النادي، في المواصلات، وده غلط. انت لازم تتعامل مع التعليم الاونلاين كانه تعليم حقيقي. لازم تكون في يعني في مكان قافل على نفسك، ما فيش حد حواليك، عشان تقدر تستفيد بالمعلومه. وفي برضو طبعا جانب كبير على المحاضر، انه ازاي انه يقدر يعمل لك اداره للفصل الاونلاين ده، ازاي يخلق لك انشطه ويدخلك جوه اللي هي بنسميها زي بريك اوت رومز كده، جوه البرامج اللي هي البلاتفورمز او المنصات اللي هي الاونلاين، ويقدر يخليك تتكلم مع اللي قدامك ويقدر يسمعك. فانا شايف ان التعليم الاونلاين دلوقتي ما بقاش فكره انا بحب او ما بحبش، هو بقى واقع احنا لازم نعيشه. بالظبط. يعني انت الانترفيوز دلوقتي بتتعمل اونلاين. صح. الميتنجز بتتعمل اونلاين، كل الفرص، فدي بقت مهارات. فليه تتكلم انجليزي ما تتعلم تتكلم انجليزي اونلاين؟ فانا يعني انا بدرس اونلاين بقالي فتره طويله، وشايف الحمد لله الناس بتستفيد، يعني الناس بتستفيد بجد. ف انا بصراحه يعني شايف الموضوع اونلاين ظريف جدا. طيب خلينا نروح نشوف فيديو ليك ونرجع تاني. طيب يلا بينا. مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا في النطق، سببها الرئيسي هو ان احنا لما بنيجي نقرا كلمه بنقرا الحروف بتاعتها. يعني احنا مثلا الكلمه اللي بالاسود دي احنا فاكرين نطقها comfortable. اوكي. احنا بنقرا هنا الحروف، والخطا اللي بيحصل هنا ان الكلمه زي دي هي كلمه non phonetic word، يعني كلمه غير صوتيه، يعني الحروف بتاعتها ما بتدكش نطق صحيح، ولو سمعتها تيجي تكتب الحروف اللي انت سمعتها مش هتديك الحروف بالاسود دي. هنتعلم دلوقتي مع بعض على اصعب ثلاث كلمات بتهيألي بتقابلنا، ازاي ننطقهم بشكل بسيط. اللي بالاحمر دي المقاطع الصوتيه بتاعت الكلمه، يبقى الكلمه بالاسود اهي لما باجي ادور عليها في اي ديكشنري
بتطلع لي الكلمه دي هتلاقي ديكشنري كتير بتقسمها لك لمقاطع. حلو، لما تيجي تتدرب على نطق كلمه لازم تتعلم مقطع مقطع، بعدين تركب كل المقاطع دي مع بعض. هنا الخط الاسود تحت المقطع ده معناها ان المقطع ده قوي، وبقيه المقاطع فلات اند شورت ضعيفه فبتنطقها بسرعه. نطق الكلمه اللي بالاسود دي هي comfortable. تاني comfortable. طيب عشان نوصل ازاي انا نطقتها كده، سهله جدا، انت كمان خليك بس معايا لاخر الفيديو اعلمك ازاي تنطقها زيي واحسن مني كمان. بص يا سيدي، ده اول مقطع نطقه كامف كامف، سهله الساوند الفاول اللي فيها اه كامف كامف، صوتي واضح وعالي شويه فيها. بعدين هنا بقى ماليش دعوه بالاسود، احنا اتفقنا ان الكلمه دي غير صوتيه، يعني المقطع ده مش هيتنطق اورت اصلا. حلو، ده هيتنطق تر تر تر، شايف سريع جدا سريع. طب تيجي نركب واحد واثنين مع بعض تلاقي الدنيا سهله. كامفتر، شفت صوتي وتي وبقيت سريع في المقطع التاني لانه مش قوي. تاني كامفتر كامفتر. طيب هنا دي التي دي ممكن تسمعها شويه تحس انها فلاب في بعض الافلام لو سمعتها زي سوفت، ده كامفتر كامفتر، ده ما فيش مشاكل. بس خلينا نمشي في السهل الاول، كامفتر يو كامفتر. واخر مقطع بل بل، شايف دي كلمه ايبل، بص هنا اتحولت لي بل. طب تعالوا نحط 2 و3 مع بعض، تربل تربل. يا ترى انت سريع زي كده دلوقتي ولا بتتك جامد على المقاطع؟ تربل، شايف حتى هتلاقي بقي كده نيوترال بوزيشن، المسلز ريلاكسد جدا، تربل. طيب تاني كامف تربل، تاني كامف تربل، يلا نركبها كلها على بعض، كامفتربل كامفتربل كامفتربل. خليك بطيء عادي لحد ما تحس انك انت متمكن من الثلاث مقاطع، وتروح حاططها بقى ايه في جمله وتتبسط من نفسك كده، تقول مثلا make yourself comfortable please make yourself comfortable. طيب اول فيديو عملته كان عن ايه؟ عن اول فيديو كان، يعني انا فاكره كويس جدا لان قعدت 3 ايام، هو دقيقه، قعدت 3 ايام. ازاي بقى احكي لك؟ عشان خاطر مش عارف اصور ازاي، قاعد على الكنبه بعدين اقول لمراتي طب انا كده كويس، وبعدين اروح يعني كان ناقص شويه ادخل المطبخ الوحيد اللي ما جربتش اصور فيه. فكان الموضوع بصراحه كان عن الب والب ساوند، البي والبي بالظبط. اوكي، انا قلت بقى ايه يلا اللي هي احنا كلنا ضايعين فيها في الشعب المصري. اللي هي للاسف هي بتغير المعنى. بالظبط، فانا يعني بس احنا يعني تقريبا يعني لما بقيت بقى بسال وناس كثيره من اللي بتحضر معايا كورسز كانت بتقول لي ده عندنا في العربي ناس بيه. احنا برضو غالبه قوي، احنا الحروف بالعربي معناهاش غير حرف الباء بس. انا وانا بشرح حته ان في ساوند هو بيطلع هوا بس زي الب، قالوا لي دي تقريبا الاصوات الهمسيه في اللغه العربيه او اللي اسمه الهمس. اوكي، فاللغه العربيه غنيه جدا جدا. انا فعلا طبعا يعني انت لو ركزت في اللغه العربيه الكلام ده هيبقى لعب عيال جدا. هو خلاص فهم ان الصوت ده عباره عن هوا بس، بيبتدي بقى ايه يعني يفهم اكتر عن الصوت وازاي احنا نحرك بقى بقنا. طب اللسان بيبقى فيه يعني طبعا الاصوات او الساوندز بتاعه الحرفين مع بعض. بالظبط، او لما يبقى في حرف مثلا فاول وفي حرف تاني بعديه مش فاول، الحاجات الصعبه. فهو الموضوع انت انا عارفه الحاجات دي عشان انا لسه بعلم ابني القرايه، ف دي احنا لسه في الاول. انا هسالك على الموضوع ده، يعني ايه التيب اللي تديها كأم بتعلم ابنها انجليزي لاول مره؟ طيب ده سؤال كويس قوي. اول حاجه انك انت لازم تبداي بنفسك انت، ده مهم جدا طبعا، لان هو الطفل بيسجل عشان باب النجار ما يبقاش مخلع. وحقيقي والاطفال ما شاء الله مش محتاج يعرف رول او تدريبات صوتيه، وازاي الطفل اعتبريه يعني كاميرا فائقه الجوده تسجل كل حاجه وبتدي منتج حلو من اول مره. فانت الصوت اللي هنبدا مثلا لو هنقول هنبدا بمنهج الاطفال مثلا قول من اول 4-5 سنين كده وانت طالع، حاول بقى تشتغل على الاصوات. فلازم ده يبقى فيه درايه للام بالاصوات اصلا ازاي صح تعملها صح. وفي دي موجوده كتير قوي على اونلاين، يعني على اليوتيوب كمان. يعني منهج جولي فونكس ده منهج للاصوات مثلا. خلينا نشرح بس للمشاهد، الفونكس هي الاصوات بتاعه للأطفال. الحروف او الاطفال طبعا، الحروف سواء حرف او حرفين مع بعض زي يتنطقوا جنب بعض لما بالزبط. بيبقى حروف شكلها مختلف وكده. بالظبط، يبقى هي اصوات لوحدها، او لما مثلا تو لاترز زي سي اتش مثلا
يعملوا لنا صوت تش. حلو كده. شفتها شاطره ازاي؟ شاطره. لا اوكي بصراحه. طيب فاحنا المفروض ان هم يبقوا عندهم درايف الاصوات دي ازاي يطلعوها صح، وبعد الصوت بقى يبتدوا يدخلوا الصوت جوه كلمه. وهنا بقى يعني لما يلاقوا فيه ان الطفل طيب مش عارف ينطق الكلمه بتقسميها لمقاطع صوتيه مثلا زي تش اير، ف هي كلمه تشير يعني كرسي بالظبط. اوكي فهي ممكن تشتغل صوت تش اير بعدين تشير تشير بعد الكلمه، طبعا على حسب سن الطفل. يعني مثلا نقول من اول اي 6 سنين بقى وانت طالع تبتدي تحطي توظفي الكلمه في جمله. فتحطي الكلمه في جمله وتخلي الطفل ان هو يكرر الجمله عشان يبقى كده اتعلم في يبقى اتعلم في السياق. مظبوط. ودي ده اللي احنا مشكله كبيره، يقول لك اهم 100 كلمه. الكلام ده غلط جدا، لانك مجرد الكلمات دي من مواقف. فانت هتيجي بعد يومين ثلاثه فين ال 100 كلمه اللي انت قعدت تذاكرهم؟ العقل مش فاكرهم عشان انت ما دخلتش في السياق، ما كانتش في جمله واضحه بتوصف حاجه. فبس يعني طيب انت المتابعين بتوعك بتحس ان هم اكتر سنهم صغير ولا سن اكبر؟ والله هي المفاجاه ان انا لقيت اللي بيتابعني اطفال بجد، يعني كبار بس يعني تين ايجرز اقل كمان كمان يعني ما هو اصلا انا بدي صوتيات للكبار 13 وده منهج مش سهل. اوكي مش سهل يعني غير الفونكس، انت بتدخل بتفاصيل اكتر. فالغريب ان يعني الامهات بتشوف الفيديو تقول اه ده انا ابني متابعك مش عارف، ابني عنده 7 سنين بنتي مش عارف ايه بتحب. فاللي هو طب كويس والله انت عارفين يعني ان انا الفكره واصله للاطفال، حتى انا مبسوط. طيب. طبعا دي حاجه كويسه ان هم كمان الاطفال زي ما انت قلت من سن بدري لما بيبتدوا يتعلموا لغه بتفضل مكمله معاهم اكتر. ده حقيقي ده حقيقي. طيب انا دلوقتي واحده عايزه تدخل تتعلم انجليزي، هدخل تبص على الفيديوز بتاعتك، ايه هي الخطوات اللي انا المفروض اعملها سريعا؟ عشان اتعلم انجليزي من فيديوز بس ده مش كفايه. اوكي ده كده اول حاجه. انا محتاج ان انا يكون عندي اول حاجه، انا محتاج اكون عارف مستواي ايه. اوكي يبقى اول حاجه ان انا بحدد مستواي طبعا بقى في اي يعني سنتر معتمد او في طرق، في طبعا مواقع كتيره مجانيه ممكن ابقى انزلها ان شاء الله بعد الحلقه يعني فلانكس للناس. يا ريت. تقدر تحدد مستواي. انا عرفت مثلا مستواي ايه مثلا انا بيجنر مثلا او ايا كان يعني متوسط تحت متوسط. هنا بقى ببتدي ان انا عايز اخد منهج للمستوى ده. المنهج ده يبقى منظم جدا وياخدني لفوق، يعني انا تحت متوسط يوصلني المتوسط. فمحتاج المشكله بقى نيجي على المشكله ان انا محتاج ناس تكون نفس مستواي اتكلم معاها. صح. إيه وده دي مشكله مش هكدب عليك، يعني ناس كتير تقول لك طب انا اجيب اتكلم مع مين؟ فطبعا عندك بقى الكورسز المحادثه او ان انت تحاول يعني تشوف حد مثلا يعني بنسميه سبيكينج بارتنر، حد تتكلم معاه، حد اشوف حد. اكيد لو كل واحد دور في دايره صحابه لحد عايز ينمي اللغه وشويه المستوى متقارب ممكن الاثنين يبداوا. طب يبداوا ازاي؟ ممكن عادي ينزلوا كتاب جدا فيه كتب مجانيه كتيره بالليسننج كونفرسيشنز والكونفرسيشنز بتاعتها، يبتدوا ان هم يعملوا زي يعني يتكلموا سواء حتى على التليفون اون واتساب، يبتدي يشغل بقى اللغه دي. صح. على فكره احنا كلنا عندنا لغه اكيد، يعني انت ما نسيتيش اللي اتعلمتيه من، بس هي الفكره بس عليه تراب. الله ينور. بنسميها باسيف لانجوج، هي مرميه. فهي انت تقولي اه انا فاكره الكلمه دي، مستحيل تقولي دي جديده، بس فكره انت مش لاقيه الموقف اللي خليكي تستدعي الكلمات والمصطلحات دي. فبس بشكرك يا محمود جدا على وجودك معايا النهارده، وبشكرك على المحتوى اللي انت بتقدمه، ان انت بتحاول قد ايه تساعد الناس الثانيه. اكيد لغه ثانيه دي حاجه مهمه جدا وكلنا بنحتاجها في مجال الشغل او في السفر او في الحياه عامه يعني. شكرا شكرا. فبشكرك على المحتوى المفيد وبشكرك على وجودك معايا. ميرسي يا محمود.